عسلامة. عسلامة. لاباس؟ الحمد لله. قدم روحك. رمزي التيبي مدون في الفيسبوك. مرحبا بك مسيو رمزي. موضوعنا يقول الحديث الشريف على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. المشكل الأكبر اللي يعاني منه المجتمع التونسي اليوم هو سوء الخلق. شنو رأيك في الموضوع؟ والله بالنسبة للمجتمع العربي بصفة عامة معناه قليل التربية أكثر من متربي. كيفاش؟ والله ما عادش متربين. تشوف كلام زايد، بنات تخرج عريانة عندها قمة الحضارة تبدا لابسة توب وتحوس، معناتها ما على بالهاش. شنو هو الناتج عنه هذا؟ والله الناتج عنه الخلط، يعني منها الانستغرامير، معناتها يتبع تحب تولي كانستغرامير. خي شكون هما الانستغرامات معناها؟ منها إلا معناتها بوبيل قاعد معناتها يوري في حاجة سيئة للناس. فما اللي عندهم محتوى به معناها؟ اي بالطبيعة ما ننكروش هذا، فما ناس باهية فما ناس خايبة بالطبيعة. في كل ميدان. بالطبيعة في أي ميدان فما الباهي وفما الخايب. بالنسبة للخايب توا أكثر من الباهي. توا معناتها أنت باش تخلي الطفل بحضة طفل ما عادش تم منهم. راهو بالرسمي ولينا نعيش في مجتمع شاذ. معناها وصلنا لحالات معناتها ما يسمعش. هاك تشوف أنت العلاقات غير شرعية. يعني علاقات مهولة. يعني الطفلة تمشي مسكينة تتضر من الصغرى ومجتمع ما يبش يرحمها. باش تبقى تعاني، باش تبقى منبوذة من عائلتها. شوف تبقى في دارهم، شوف ليه بالرسمي هذا يلزم حل، يلزم البنات تفيق. راهو ساعات شنو الحل اللي راهو مناسب؟ الحل يلزم الطفله تفيق. راهو قبل في الدين نتاعنا كي كانوا البنيه يزوجوه هي صغيره هذاك صحيح. تو تزوجها طفله بنت 18 سنه عرست صغيره. تو يحبوا يقراوا ويكملوا قرايتهم. اي معناتها عندها يضامن مستقبلها مثلا، ماهوش مضمون المستقبل. تحب تقرا اقرا على روحك. معناها ابعد على القيل والقال. لا لا الاحترام الاحترام. ما عادش فما احترام، راهو الخلط. راه هي الساعة توصل لأكلفاك وتوصل معناتها للليسي معناتها بعد ليكول فما مدرسة أخرى. التربية من الصغرى تبدأ من العائلة من بعديكا من المدرسة. نعرف راهو بعد ليكول فما يكول تاع دخان والكول. فهمتني؟ قلة المراقبة زادة. بالطبيعة قلة الوعي وقلة المراقبة ومعناتها والدولة ماهيش معناتها منتبهة في الحاجات اللي قاعدة تصير معناتها في البلاد. هك تشوف ان نحب ديما معناتها فما لمحه نظر على الاسواس نتاع الزهرون. بالرسمي راهو معناتها الاسواس هذاك يصدر كان في الانحراف. معناها بنات تبات لبرا عندها وقت معين تفوت وما عادش تدخل. الاطفال فاقدي السند مهدين بالتشرد. هم متشردين مش حتى معناتها فاقدي سند، هم متشردين منها ولا منها متشردين. راه تعلمك زطله، تعلمك الدخان، تحكي معها اعتباره، تحكي مع راجل. راهي بالرسمي راهو الطفله نبذت برشا في تونس. راهو معناتها اقسم بالله معناتها تعرضك لوجه لحق كاسكروت. معناها معناتها تنجم تعطي روحها في اي وقت في اي لحظه. اقسم بالله والله وصلنا بالرسمي لحاجات غريبه. راهو حتى كي تجيبش تعمل رجوع الى الوراء ما عادش نجم تعمل لك الرجوع هذاك. خاطر تقول لك انا مشيت في الميدان هذاك وباش نجبد روحي شكون باش كيفاش ناكل كيفاش نشرب. الإنسان ينجم يغلط ويتصلح. نعرف 3% باش تصلحوا والمية يقف معاه. بالطبيعة تو كيما أشرف اللي أشرف الماي اللي يتعدى على فاز دلع وبطيخ. أشرف خدمه معايا وأشرف نعرفه بالقدا وأشرف تمرمد على الآخر. اللي قال نزرعوها دلع وبطيخ. إي أشرف جاته صدفة أنه جا في انترفيو ربي سبحانه بدل له حياته. أشرف أمه متوفية مسكين الله يرحمها. أشرف بالرسمي من الناس اللي تعذبت تعذبت. راه أنا نعرف أشرف بالقدا كيفاش كان يعيش. راهو بالرسمي لازم الدولة تفيق. صحيح الدولة ما يؤوس منها ودولة غير قادرة أنها حتى باش توصل توكل الشعب بتاعها، أما لازم يلزمها تفيق. لأنه معناتها الرسول صلى الله عليه وسلم قبل يعطى على أمير المؤمنين قال له تحمل أوزار عن يوم القيامة. معناها راه مش اللي يجيب يشد كرسي، خي شديت كرسي ومن بعد. من بعد انا راني كمواطن مش طالب قدام ربي باش نسال باش نسالك على معناتها حياتي دمرتها لي. شباب لا مستقبل حتى شيء راه. راهو خي معناتها واحد كي يمشي يحرق، ما هو عارف روحه باش يمشي يموت ولا عارف روحه بحر. راهو قبل ما يطلع في الفلوكه يطلع مفجوع، فما عباد تاكل في الدواء باش ينسى البحر، خاطر راهو باش تبقى بينه سما وماء الدنيا. فهمت؟ يلزم نفيقوا لها الحكايات هذي. بالرسمي رئيس الجمهورية أنا أقول جيعان هو يعمل في إيقافات
يا معلم راه الشعب جيعان ما حاشيش بيك باش توقف لي الناس، وشوف ظالم شوف مظلوم، فهمتني؟ راه لازم فيق على روحك وكا هو، شوفوا لنا حل في بالرسمي. الشباب ضاع، راه ساعات تشوف واحد 40 50 سنه مش معرس يا اخي، يولي يتلزم ولا واش جاي يحكي لك على الاغتصاب وعلى التحرش، وواحد تيما باش يفوت عمره باش يولي يتحرش. على ذكر العرس، معناها ساعات تلقى واحد 40 سنه مش معرس ومش هو اللي اختار انه ما يعرسش، الظروف هي اللي حكمت. بالطبيعه الظروف لازلت الحاجه هذيك باش ما يعرسش. تقول لك انا تشوف انت اللي مش معرس يحب يعرس، واللي معرس يحب يطلق، خاطر الظروف تعبت على الاخر، فهمتني؟ راهو حليب وكوش ودار وكريم. الاخلاق تبدلت بالطبيعه، التربيه ما عاد الجمله زاد، رب راس ساعات تلقى فروخ مش متربين جمله. اقسم بالله ساعات تطلع في الكار فماش تربيه. بالرسمي فما شباب نحب نوصل له معلومه، كي تطلع في الكار احترم روحك، شد قدرك، ابقى كي الناس الكل يا شلكه وكلاستي يا حثاله. تطلع في الكار تطلع منضبط كي الناس الكل، وقص بلاستك وافهم روحك. مش تطلع تحب تجيبها تتملك على البنات، خي ما عندكش اختك باش تطلع تتملك عليها. دمها كبيرة واقفة ما يعطيهاش بلاصة. هي يبدا يقحرلها، راه نحكي على البنات ولا ولاد. بالرسمي فما معناتها حتى في بلاصة ما يعطيهاش، ونحكي أنا على البنات ولا ولاد، راه تقحرلها هكايا وترجع تبنك على روحها. معناتها بالرسمي فيقوا على رواحكم، راه فما راه فما نهار آخر فما نار وفما جنة، وراك باش تتحاسب، مش خاطرك تويك ريت معناتها روحك تدور وتحوس. بعديك راك باش تقف قدام ربي، شنو باش تقول له معناها؟ راه ربي باش يطالبك نهار اخر، ما عندك وين باش تهرب. والحمد لله انه معناتها فما ربي فما جنه وفما نار. ليش تنصح الاولياء؟ نصح الاولياء في تربيتهم لصغارهم. يا ربي يولدوا ويخوف عليهم من الخلط. راه ساعات مرا ولدها ديما ولدها الساعه المراه التونسيه ديما ولدي مظلوم. حتى عمل ولدها مسكين مظلوم. يا مدام راه ولدك بتعدي على عنف شديد ساعات، راهو قتل، راهو حاجات معناتها الجريمه كثرت في تونس. تقول لك ليه ولدي مظلوم؟ يا مدام ماهوش مظلوم، ولدك عمل وقاعد يخلص. بالرسمي لازم يفيق. نخلي لك كلمه الختام. والله كلمه الختام ان شاء الله ربي يهدينا على بعضنا وفيقوا واتقوا الله وكا هو. نتمنى لشبابنا لتونس. والله الشباب التونسي انا نتمنى من الدوله التونسيه انه الصغير اللي يجي يهزوه يكونوه في اطارات اخرى خارج ارض الوطن معناتها تونس، يجي لهنا عمره 18 يجي بعقليه اخرى، العقليه ذيك ما يجيش به، فهمت؟ اي واحد يتولد في كلينيك في وصيله سواء في العاصمه في وصيله خرجوه يمشي، يجي عمره 18 سنه معناتها يولي حتى الكاغد يحطه في بوبيل يتطور. راه مش تجيب لي فرخ، راه فروخ ملاقيت، راه فرخ ملقوط حصل ما يستاهل، راه فروخ مش نورمال الدول، لا تربية ولا أخلاق. شكرا.